أكد المشاركون في اليوم الأول من عزاء عبد العزيز بوفتين أن الفقيد كان يتميز بالتدين ودماثة الخلق والعطاء غير المحدود، ما جعله كالشمعة بين أصدقائه. جموع غفيرة شهدها ديوان مسجد الوزان في أول أيام العزاء بالفقيد الشاب عبد العزيز بوفتين. المشاركون في العزاء أكدوا أن الفقيد كان يتميز بجملة من الصفات الحميدة جعلته حالة نادرة في المجتمع. الأخ الحبيب العزيز على القلب عبد العزيز بوفتين تغمده الله بواسع رحمته، فعلا فقده أمر مؤلم بالنسبة لنا، لأن فعلا كان إنسان عزيز مؤمن متدين قمة في الأخلاق، إنسان تربوي دوره في الساحة الإيمانية كبير جدا في تربية الشباب، في حمل هموم الشباب على مستوى عالي من الأخلاق، على مستوى عالي من الاهتمام بأمور المسلمين بأمور الأمة، على مستوى عالي من التدين. عشنا معاه مدة فوجدنا فيه المؤمن الطاهر الصالح. الحقيقة المرحوم كان الكل يجمع على دماثة خلقه والتزامه الديني وتواضعه، هذا اللي خلاه كالشمعة بين أصدقائه محبينه. اليوم لما يذكرونه يذكرونه بألم وحزن كأن أحد أفراد العائلة، ولا أبالغ في ذلك. جميع أصدقاء أخوان الطلبة الأساتذة يعتبرون واحد من العائلة كما هو أحد أفراد عائلته الكريمة. المشاركون في التعزية أكدوا أن الأثر الكبير الذي تركه عبد العزيز بوفتين في نفوس جميع الذين تعاملوا معه جعله يبقى في قلوبهم جميعا رغم رحيل جسده عن هذه الدنيا. وإذا أحب الله عبداً حبب خلقه فيه، وهذه المحبة رأيناها اليوم في وجوه المعزين الذين توافدوا بالآلاف من يوم أمس وحتى هذا اليوم. نسأل الله أن يلهم أهله الصبر والسلوان، وهكذا هم الإعلاميون في أفراحهم وفي أحزانهم متكاتفون متراصون، هذا دليل محبة أهل الكويت، وهذا ما جبلنا عليه نحن هنا في الكويت. كلنا جسد واحد، كلنا أعضاء في بنية واحدة، وهذه هي اللحمة الوطنية. يمكن البعض يشوف أخلاق عبد العزيز الله يرحمه يعني يعتقد بأنه يظهر للناس البعيدين. عزيز فعلا هو إنسان صادق ومنسجم مع قناعاته، لديه قناعة لا تفنى أبدا، قنوع بشكل كبير. عبد العزيز يعني هو رحل مبكرا ولكن هكذا يرحل الكبار، الحمد لله على كل حال أنا مطمئنين تجاهه. عزيز رجل مؤمن بشكل مو طبيعي.